السلام عليكم. دلوقتي نشوف مع بعض موضوع ان انا اضيف تكست بوكس وان انا اضيف ليبل. تكست بوكس يعني بتخلي المستخدم يكتب كلمة هنا، يدخل معلومة، وعندي الليبل دي المفروض ان هو هيقرأ ايه اللي المفروض يدخله مثلا في التكست دوت، او يعني معلومة بديله معلومة يتعامل معاها. طيب هنا التكست دوت ممكن تيجي هنا تلاقي التكست، ممكن تكتب تكست افتراضي وليكن مثلا تكست، تمام، هو المستخدم يبقى يغيرها بعد كده. وهتلاقي النيم، النيم دي الاسم اللي احنا هنستخدمه في البرمجة، تمام. فممكن تشوف ايه الحاجة اللي انت تستخدم فيها التكست دوت وتكتب تكتب الحاجة اللي تسهل عليك. يعني هو هنا اسمه ايه؟ تكست بوكس 1. فهنروح للنيم وممكن نسميه مثلا تكست تيست مثلا، تكست تيست، اللي هو من انت تبقى عارف ان الزرار التكست ده بتاع ايه او الاسم بتاعه ايه. طيب عندنا شوية اختيارات كده نبص عليها، الباك كلر، فممكن تغير اللون بتاع الباك، تخليها مثلا باللون دوت او اي لون انت عايزه. البوردر ستايل ممكن تغيره، تخليه نان، مبقاش فيه بوردر خالص، او تخليه شكله فيكسد سنجل، او تخليه فيكسد 3D. الكروس اللي هو السهم لما يقف هنا شكله اتغير، فانت ممكن تيجي هنا وتختار اي شكل سهم انت عايزه. تمام، هنا عامله على شكل اي ان انت هيدخل تكست معين. الفونت نفسه اللي هو الكتابة، لو دوست هنا هيبدا يديني اختيارات الشكل السايز والفونت وكل حاجة، ولو دوست على علامة زائد دول هتقدر تلاقي الاختيارات تقدر تعدل فيها. الفور كولر اللي هي اللون بتاع الكتابة نفسها، ممكن تيجي هنا وتقول له النص ده مثلا ممكن نخليه ابيض مثلا زي ما انت عايز، انت بشوف ايه اللون اللي انت عايزه، بس حاول تخليه مختلف عن اللون اللي فوق، تمام. اللاين بتاعك الرايت تو ليفت ممكن تخليه يس فيبقى موجود الناحيه دي. السكرول بار بيضيف السكرول بار، تمام. التكست اللي موجوده تكست الاين المحاذاه بتاعتك ممكن تخليها في النص مثلا. طيب البيهيفيور مثلا اكسبت ريتيرن، يوافق على اكسبت ريتيرن، اكسبت تاب، اللاو دروب، تمام، فيفتح لك قايمة. انيبل وورد باد، حس ان الكلمة بعد ما تبقى اكتر من سطر وهكذا. الفيزابل هل انت عايز تشوفه ولا لا، فخلي بالك من الخاصية دي لان احنا ممكن نستخدمها ان احنا نخفي الليبل ونخفي التكست. خلينا نضيف مثلا بوتوم، ومش لازم مش لازم البوتوم هو اللي يبقى فيه الرد الفعل او فيه الحاجه اللي هتحصل، ممكن البوتوم او التكست او الليبل. يعني ممكن اقول له ايه، لو حد حرك الماوس فوق التكست اعمل الحاجه دي. خلينا نشوفها في البوتوم وبعد كده نشوفها في التكست ونشوفها في الليبل 1. انا هقول له بقى هنا بيقول لي كليك، يعني لازم حد يعمل كليك. طب انا مش عايز كليك، عايز حاجه تانية، فهاجي هنا في الايفنت واقول له لا انا مش عايز بقى كليك، ده انا عايزها في ممكن ايه شنج، في كنترول ايديت، في دراج اند دروب، واحد بيسحب حاجه ويحطها يمشي في ايه، في كي داون، مجرد اي حد يدوس زرار، ممكن الماوس داون، ممكن الماوس انتر، ممكن الماوس موف، مجرد ان الماوس يتحرك، تمام، ماوس اوفر. كل الامكانيات دي انت تقدر تبرمجها ان هو يتعامل معاها. نفس الكلمه برضو بالتكست. طيب دي الماوس موف، ممكن نقول له ماشي خليها ماوس موف. هقول له مثلا مسج بوكس دوت شو اظهر لي تكست بوكس دوت تكست، تمام. طيب اللي حصل ان احنا غيرنا التكست بوكس فهو مش لاقيه، فخلينا نكتبه زي ما كتبناه تحت، تي اكس اي تي تيست دوت تكست، تمام. يبقى كده مقصود ايه، ان هو هيروح يشوف ايه الكلمه المكتوبه في التكست وبعد كده يعرضها لي، او ممكن احطه في متغير واخليه يظهر لي في المتغير. خلينا نجرب كده، في هنا كلمة مكتوبة اسمها تكست، تمام؟ لو حركت الماوس هيبدأ ياخد الكلمة دي ويحطها هنا.
لو كتبت اي كلمة تانية وحركت الماوس هيبدأ يجيب لي الكلمة دي اللي موجودة. طيب خلينا نقول له حاجة تانية قبل ما يظهر لي الرسالة دي، هقول له اخفي لي التكست دوت. خلي بالك قبل، فهل هيقراه ولا لا؟ هيقراه. طيب خليني اقول له التكست دوت شو تمام. لا انا عايز بدل شو، لا خليها فيزابل. تمام بتساوي فولس. يبقى كده ايه الفيزابل بتاعت التكست دي هتبقى فولس. شغل. وده هيحصل امتى؟ مجرد بس ان الماوس يتحرك خفى دي، وبعد كده راح شاف الكلام الموجود فيها حتى وهي مخفية. تمام. طيب نقدر نخلي يخفي حاجة تانية؟ ممكن يخفي الليبل. ليبل 1 دوت فيزابل هتساوي فولس. يبقى كده مجرد بس ان انت حركت الماوس فوق البوتوم خفى الاتنين وجاب الديت. طيب انا عايز اقول له لما تدوس على الزرار كليك خليهم ترو. خلاص خلينا نعمل كده كوبي، واروح هنا على البوتوم كليك واقول له خلي دي ترو. ترو ده امتى؟ لما ادوس على الزرار. تمام. طبعا في مشكله كده ان انا عملت موف بدات تظهر. طيب دوس على الزرار او اي حركه. طيب انا دوست من خلال الكيبورد المسطره فاظهر لي الاثنين. تمام. طيب ممكن برضو التكست دي اخلي فيها جواها برمجه؟ ليه لا. تمام. خليني مثلا ناخد، احنا واخدنا كده كده كوبي، نيجي هنا واقول له ايفنت ان حد يدوس كليك على التكست. ماشي. هيخفي ويظهر ويعمل كل اللي احنا عايزينه. تمام. لو انت دوست جوه التكست تمام اخفاهم وظهر لي المسج دي. فدي الفكره، ان انت تقدر تتحكم في التكست وتقدر تتحكم في الليبل وتقدر تظهر وتخفي كل حاجه انت عايزها. تمام. وتقدر تعمل في كل الايفنتات اللي موجوده، يعني حتى الفورم نفسها لو انت وقفت عليها ودخلت هنا هتلاقي ان هو مديك لو كل حاجه بتتغير بيبدا يجيبها لك. لو حدث كليك، لو حدث دبل كليك، لو حد حرك الماوس، كل الحاجات. لو في ريسايز بدا يتحرك، يعني مثلا ممكن اقول له لما يبدا ريسايز انقل لي البوتوم ده لمكان تاني، يعني يبدا يعمل له موف. كل الخصائص اللي موجوده هنا تقدر تبرمج على اساسها جوه الايفنت ديت.